اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره من حلقه اليوم، دكتور احمد ثابت. زي ما قلت لحضراتكم الفقره دي هتتقسم فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن اللائحه اللي انا كنت بتكلم فيها مع حضراتكم من شويه تفصيليا، بقى دكتور احمد هيتكلم معانا عن لائحه الاستبدال للاتحاد المصري لكره القدم. نادي الاهلي استبدل كم لاعب، نادي الفلاني استبدل كم لاعب، هنتكلم في كل شيء يخص هذا الموضوع تفصيليا. الجزء الثاني بقى هنسيبه لانه محتاجين نتكلم في كتير، اللي هو ارقام ريني فايلر مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، او مرحله الست مباريات منذ قدوم ريني فايلر حتى توقف الدوري العام. هو ده اللي هنتكلم فيه اكتر ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الفقره. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك، ودايما نسهرنا كده في سهره مع كل يوم متالق دايما. امبارح سهرنا كتير. اه طيب خليني ابدا مع حضرتك في لائحه الاستبدال في الاتحاد المصري لكره القدم 2019 2020. دي احنا مش جايبينها من جبنه، ولكن احنا جايبينها من الاتحاد. لو حضرتك معاك نسخه اتفضل اقرا لنا. الاول طبعا تفصيليا الاول لائحه القيد لكل الانديه دي. اللائحه ديت مش يعني مش مصاره اليوم ده ولا اليومين دول، لا، اللائحه دي من بدايه الموسم. اللائحه الرسميه اللي مسلمها اتحاد الكوره لكل الانديه سلمها يوم 20 اعتقد، يوم 20. اللائحه بتقول ان كل نادي يحق ليه قيد 30 لاعب بالفريق الاول بجميع الاقسام. دي اهم حاجه، يعني كل لاعب، كل فرقه من حقها تقيد 30 لاعب. ايوه. النادي الاهلي مقيد 30 لاعب، ونادي الزمالك طبعا مقيد 30 لاعب، يعني كل فرقه مقيده 30 لاعب. الحاجه الثانيه، غير ال 30 في 5 لاعبين معارين تحت السن لكل نادي، 5 معارين تحت السن و5 استبدال. تمام. يبقوا كام؟ يبقوا حوالي 40. هم 40، يبقوا 40، يبقوا 30 و5 و5 لكل نادي. لازم الاول تخلص ال 30 لاعب الموجودين في القايمه، وبعد كده تستخدم الاستبدال. يعني الاستبدال مش هيشتغل غير لما تخلص ال 30 لاعب، لازم تكون مقيد ال 30 لاعب اللي في القايمه. تمام. فالنادي الاهلي مقيد ال 30 لاعب، واحنا معانا القايمه بتاعه النادي الاهلي بتاعه الموسم، هنلاقي ان مكتوب فيها 30 لاعب تصميم كده، هنلاقي فيه ال 30 لاعب بتوع النادي الاهلي اللي تم قيدهم في بدايه الموسم. دول اللي هم النادي الاهلي اعلن عنهم، ودي غير القايمه الافريقيه. القايمه الافريقيه اهي، ده قدامنا ال 30 لاعب النادي الاهلي مقيدهم في القايمه المحليه. دول اللي هم خلاص موجودين جوه القايمه اللي تم قيدهم. تمام. القايمه الافريقيه بتاعه النادي الاهلي فيها كام لاعب متقيد؟ 26 لاعب. يبقى لسنا كام مكان؟ 4 في يناير. هي دي الفكره. دلوقتي عندنا 30 لاعب و5 معارين. مين الخمسه المعارين اللي تم عرضهم للنادي الاهلي اللي هم تحت السن؟ رقم 1 اكرم توفيق، رقم 2 محمود الجزار، رقم 3 ناصر ماهر، رقم 4 فوزي الحناوي، رقم 5 احمد ياسر ريان. دول الخمسه المعارين تحت السن. يبقى انت كده عندك 30 لاعب وعندك 5 معارين تحت السن. مجرد ان انت خلصت ال 30 لاعب ليك 5 استبدال لكل نادي. عشان ازاي تحكم على كل نادي ان هو يجيب عدد معين من الصفقات. النادي الاهلي عنده 5 استبدال. استخدم كم استبدال؟ 3 استبدال من الخمسه. مين هم؟ رقم 1 باسم علي. ازاي؟ رغم ان باسم علي اللي طبعا النادي الاهلي ايده عشان يحافظ على حقوقه في القايمه الاولانيه وتم اعارته. عشان نحافظ على حقوقنا من باسم علي طبعا. رقم 1 باسم علي. رقم 2 نفس القصه محمد شريف تم قيده. رقم 3 كان كريم ندفد. كريم ندفد لما دخل مكان احمد حمدي. فدي القايمه بتاعت النادي الاهلي دلوقتي 30 لاعب اساسي، 5 معارين، والخمسه المستبدلين استخدمنا 3. اذا النادي الاهلي يحق ليه قيم كم صفقه في شهر يناير؟ صفقتين. اذا النادي اي كلام عن الصفقات للنادي الاهلي مش هيبقى غير في حدود هم الصفقتين دول بس، لان اللائحه بتاعت اتحاد الكوره بتقول كده. صفقتين. طيب بالنسبه للقايمه الافريقيه عشان الناس تكون فاهمه، القايمه الافريقيه عندنا 26، وهيدخل علينا مثلا صفقتين جداد في يناير ادي 28. طب الاثنين التانيين هنكملهم منين؟ من ال 30. من ال 30 اللي هو مثلا اللي هم في القايمه المحليه اللي هو زي سعد سمير اللي لم يتم قيدهم. زي سعد سمير مثلا، زي عمار حمدي، زي كريم ندفد، الناس اللي هي ما تقيدتش وممكن من تحت السن تقيد بسبب الاصابه وطول الاصابه الإصابة. ممكن تقيد منهم تأيد. فدي طبعا اداره النادي الاهلي بتحسب الكلام ده كله، او لجنه الكوره حسب رؤيه الجهاز الفني طبعا. حسب لجنه الكوره والجهاز الفني بيحدد بقى. مثلا عندك لو مثلا سعد سمير، يبقى انت مثلا لو محتاج مدافع او سعد سمير موجود يبقى تقيده كده على حسب القيد. يبقى النادي الاهلي ليه كام؟ ليه صفقتين في شهر يناير. نادي الزمالك بقى، نادي الزمالك مقيد 30 لاعب، نفس الفكره بالظبط، بس القايمه الافريقيه بتاعت نادي الزمالك فيها 28 لاعب.
تمام. غير محمد اوناجي، يعني هم 28 لاعب من غيره كمان. بالنسبه لنادي الزمالك مقيدين 30 لاعب وخمسه معارين تم استخدامهم. بالنسبه للاستبدال، نادي الزمالك تم استبدال اربع لعيبه. اربع لعيبه من خمسه متاحين. مين هم الاربع لعيبه اللي تم استبدالهم؟ رقم واحد بهاء مجدي، رقم اثنين احمد كابوريا، رقم ثلاثه محمود كهربا، رقم اربعه احمد رفعت. الاربعه دول تم استخدام الاستبدال في نادي الزمالك. اذا نادي الزمالك ليه كام صفقه في يناير؟ صفقه واحده. صفقه واحده. ده باللوائح الاستبدال من اتحاد الكوره بالورق الرسمي. كل نادي ليه خمسه استبدال سواء في الصيف او في الشتاء. يعني الخمسه استبدال دول مجرد ان انت ايدت 30 لاعب، عايز تستبدل قبل بدايه الموسم استبدل، عايز تستبدل في يناير خلصتهم خمسه استبدل. خلصتهم بقى لك واحد ماشي، بقى كل نادي بيدفع 20,000 جنيه مقابل الاستبدال الواحد. ده برده من ضمن اللوائح الموجوده في الورق. كل مقابل تدفع للاتحاد 20,000 جنيه وتستبدل. تمام. فنادي الزمالك استخدم اربعه وبالتالي ليه صفقه واحده في شهر يناير. ديت طبقا للوائح اتحاد الكوره من بدايه الموسم. وده اللي النادي الاهلي بنى عليه. النادي الاهلي لما بيجي يعني يخطط او كده بيقرا الاول اللوائح. النادي الاهلي بصراحه فرق اداره كبير عن باقي الانديه، سواء باقي الانديه كلها في مصر. ليه؟ النادي الاهلي برضو ان انت تنجح ان انت تعدي المرحله الصعبه دي، كان النادي الاهلي كان عنده كذا لاعب قايمه بالهبل. ان انت تعدي المرحله الصعبه ديت بان انت ب 30 لاعب وبعد كده خمسه ويتبقى لك برضو اثنين استبدال، ده نجاح بصراحه لاداره الكوره في النادي الاهلي. في يعني برضو عشان ناكد الكلام ده، النادي الاهلي مثلا استغنى يعتبر عن اسلام محارب. اه خرج بعقده ثلاثي وفي بند ان هو ب 7 او 8 مليون يحق للنادي الاهلي شراءه بعد كده، ولكن يعتبر النادي الاهلي استغنى عن اسلام محارب. طب ليه ما ليه النادي الاهلي ما يعيدوش؟ عشان دي لوائح. النادي الاهلي كان قاري اللوائح كويس جدا ان انت عندك 30 لاعب وخمسه معارين تحت السن وخمسه استبدال، وبالتالي خرج من عندنا اسلام محارب، خرج هشام محمد، خرج حمودي، الناس دي خرجت بفري. يعني صفقه انتقال حر النادي الاهلي ما استفادش منها. هو ده عشان كده النادي الاهلي في الوقت النادي الاهلي في وقت ما قبل بطوله كاس الامم الافريقيه حاول ان ينهي او كان يراهن على ان الدوري ينتهي قبل بطوله كاس الامم الافريقيه عشان يرتب كل الامور دي وما يخسرش اللعيبه. عشان كده تم الحكم التاريخي الحقيقه اللي كان موجود من يومين في مركز التسويه والمنازعات لصالح النادي الاهلي ضد اتحاد كره القدم ب 150,000 جنيه. مش بنتكلم على المبلغ شطاره، ولكن بنتكلم على ان النادي الاهلي دائما ما يكون او نادي اي نادي مؤسسه طبعا. وفي مصر هنا ما فيش غير النادي الاهلي دائما ما بيتم الطرح بهذا الشكل. يعني مثلا ناس كتير قالت لك ايه النادي الاهلي هيستشكل على الموضوع او مش هيستشكل على الموضوع. طب يا جماعه مش نعرف النادي الاهلي الاول هيعمل ايه؟ النادي الاهلي في مثل هذه الامور بيعمل ايه يا دكتور احمد؟ بيعمل ايه؟ بيجي كابتن خطيب مشرف على الكوره يجمع اللجنه القانونيه اللي عندها درايه بالموضوع ده، خلاص بيقعدوا مع كابتن خطيب المشرف على الكوره ويتفقوا على الامور وتطلع توصيه لمجلس اداره النادي الاهلي. ساعتها مجلس اداره النادي الاهلي بياخد القرار بناء على ايه؟ على التوصيه دي. خد بالتوصيه خد، ما خدش بالتوصيه ما خدش، دي حاجه بتاعه المجلس. المجلس هو اللي بيفكر كيفما شاء ويرى وبيعمل اللي شايفه في مصلحه النادي الاهلي، وبالتالي ممكن جدا يستشكل او لا يستشكل. دي حاجه ما نعرفهاش لسه، ما نعرفهاش. بس ناس كتيره اتكلمت في موضوع الاستشكال ده بمناسبه يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله عن اللوائح والقوانين وان النادي الاهلي بيدرس هذه المواضيع دائما بشكل جيد جدا. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي الفارق ما بين نادي المؤسسه وانديه الافراد بيتضح تماما في الكلام اللي الدكتور احمد بيقوله والشرح اللي بيشرحه، وفي نفس الوقت بيتضح في قصه زي قصه ان النادي الاهلي اعترض على ميعاد نهايه الدوري العام المصري لما يراه ضد مصلحه كره القدم المصريه وضد مصلحه النادي الاهلي، وبالطبع ضد مصلحه النادي الاهلي. وعشان كده النادي الاهلي خد حكم انا بعتبره من الاحكام التاريخيه الحقيقه لصالح الكره المصريه اولا ولصالح النادي الاهلي ثانيا. بند الاعاره بقى لو قريناه تحديدا في الورق بتاع اتحاد الكوره، يجوز للنادي اعاره اي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمده لا تتجاوز مده عقده الاصلي بحد اقصى خمس لاعبين اللي هو ايه اللي هم المعارين. نيجي بقى للاستبدال. بالنسبه للاعب المعار او المستغنى عنه او الذي انهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمه ناديه، اللي هو إن لو انت عايز تستبدل زي ما احنا عملنا في اخر اربع حروف اخر اربع كلمات، ويمكن قيد لاعب بدل منه بحد اقصى خمس لاعبين زي ما عملنا مع مين؟ مع احمد حمدي ودخلنا مكانه كريم نيدفيد، زي ما عملنا برضو مع باسم علي، زي ما عملنا مع محمد شريف.
فهي الفكره ان انت لو انت ما كنتش قاري اللوائح حتوه وهتأيد لعيبه وهتتدبس. هتيجي تقوم عايز بقى ان انت تغير، عايز تستبدل، مش هتلحق. في بعض الانديه خلي بالك وفي مشاكل حصلت في انديه وفي لعيبه موجوده بيراميدز. مش عايزين نقول اسماء لكن لعيبه من المفترض ان دي لعيبه محترفه وحرام يعني حرام، ولعيبه كبيره وليها اسماء وبالتالي لم يتم محدش عارف يأيده، لم يتم قيدهم بسبب استخدام ان هم ما كانوش قاريين اللوائح من الاول. اللائحه دي مهمه جدا، ان انت يعني انت كان ممكن النادي الاهلي مثلا يأيد اكتر من لاعب، يعني يأيد اكتر مثلا من 30 لاعب، وبعد كده ما تيجي تستخدم الاستبدال مش هتعرف. تيجي تلاقي عندك صفقات في يناير ما عندكش. فهي دي الفكره، ان انت لازم تكون قاري اللائحه من الاول. وبصراحه النادي الاهلي شاطر جدا، يحسب لاداره الكوره سواء كابتن الخطيب او اللجنه الفنيه او كابتن سيد عبد الحفيظ او الجهاز الفني طبعا او لجنه التخطيط، الامانه بيحسب ليهم كده. وان انت كمان عندك صفقتين، اذا التفكير الجاي للنادي الاهلي في الشتاء للمدير الفني ان هو هيبقى عنده صفقتين وعنده مكانين كمان من القائمه المحليه في القائمه الافريقيه. ايوه، يبقى انت عندك اربع اماكن باذن الله لما تعدي دور المجموعات هتبدا، او في مثلا في الدور الثاني من دور المجموعات المرحله الثانيه اللي هي من يناير، اربع اسماء منهم اربع اسماء منهم اثنين صفقات جديده حسب رؤيه الجهاز الفني واحتياجاته في المراكز المختلفه. طبعا اذا لم يكن محتاج خلاص هو حر. اما بالنسبه لنادي الزمالك وعنده مكان واحد ليه صفقه واحده، طبعا نادي الزمالك محتاج اكتر من صفقه، هي دي الفكره. ملناش علاقه يعني، خلينا ولكن نتكلم في اللوائح يعني اللوائح بالنسبه للائحه، ان انت نادي الزمالك ما عندوش غير صفقه واحده في شهر يناير.